ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مشربية على FM 98.5 CKWR. لعلكم تعرفون أن هذه المخلوطات الرقيقة تتشابك أجزاؤها وتتماسك معا، كذلك نحن أبناء الجالية العربية، أي أن كل دولة عربية لها تاريخها وحضارتها، ومع ذلك نحن أيضا نتشابه في اللغة وكثير من العادات والتقاليد. دعوني أقدم لكم نفسي، أنا اسمي جيهان، جئت إلى كندا سنة 1988 من مصر، لذلك سيكون معظم حديثي معكم باللغة العامية، and I might insert some English from time to time. محمد الحضري، اهلا وسهلا بيك في مشربيه. اهلا بيكي مره ثالثه بقى المره. ايوه انا مش بعد، انا عايزه اكمل المناقشات بتاعتنا لان المره اللي فاتت كانت حاميه جدا. انا سعيد جدا دايما بالمناقشات الثريه جدا تدور بينا، وزي ما بتقول انت دايما انا ما عنديش مشكله في ان احنا نختلف في الراي طالما انه في احترام متبادل بدون شك. هو ده اللي بيثري اي حوار، يعني تباين الاراء ده طبعا ده بيدي اثراء اكتر بكتير جدا للحوار، وبيدي له بعد اكتر كمان، يعني ما بيكونش مجرد حوار من طرف واحد، لا هو حوار تفاعلي يعني. هو كل واحد بيبقى عنده الحاجه اللي بيقدمها للموضوع، يعني بالضبط. انت خبراتك في الحياه غير خبراتي، سنين اللي انا عشتها غير سنين اللي انت عشتها، كل واحد عنده وجهه نظر مختلفه، فبتبقى انريتشنج قوي ان احنا نتبادل. بدون ادنى شك انا متفق معاكي تماما. ايه رايك النهارده نتناقش بقى في موضوع تاني خالص بقى حساس قوي يعني، بس برضو انا بعتبر ان احنا لازم نتكلم في المواضيع دي، نتكلم في الدين. يا طبعا بصي ده اوبس. موضوع كبير وواسع، وهو الحقيقه هو الدين بيلمس يعني كل جزء في حياتنا اليوميه بشكل مباشر او غير مباشر. هي برضو في نقطه تانية هنا، يعني يمكن انا دايما بجد انه الاديان الابراهيميه لها وضع مختلف عن باقي الاديان شويه. من ناحيه ايه؟ يعني هي الاديان الابراهيميه بتسمي نفسها الاديان السماويه، بينما تنزع هذه الصفه عن سائر الاديان الاخرى. ده نمره واحد بالنسبه للاديان الابراهيميه. بالنسبه للاديان الابراهيميه ايضا، انت قلت حاجه مهمه جدا هنا، انه هم اللي بينزعوا الخاصيه دي. يعني هي الديانات الابراهيميه لا تعتبر اي دين اخر دين سماوي غير نفسها فقط، مع ان هي الاديان اصلا كلها الفكره فيها انها تهذب الخلق مش انها تقسم الناس. تمام، بس هو اللي حاصل انه الاديان الابراهيميه فعليا كل دين ابراهيمي يؤكد انه دين سماوي هو والدين السابق له، ولكن ينفي القدسيه والسماويه عن اي دين ابراهيمي تالي له او اي دين اخر عموما. لا، الاسلام بيعتبر نفسه تكمله للاثنين اللي قبليه. تمام، لانه ايوه ما انا ده اللي لسه قايله. بيقول ان هو بيقبل قدسيه وسماويه الاديان اللي قبله بس. مش اللي بعده. كويس، وفي كل الحالات بينفي القدسيه والسماويه عن كل الاديان الغير ابراهيميه تماما، يعني بوذيه، هندوسيه، شنتو، بهائيه، لاخر القائمه الطويله جدا 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 من الاديان والمعتقدات في العالم، هو بينفي عنها القدسيه تماما. ومع ذلك هو اصلا كمان في اختلافات في داخل كل الدين منهم. تماما، يعني في 73 سكت في الاسلام، ما اعرفش في كم واحد في الكريستيانيتي، في اكثر من كده، في سكت جدا جدا، يعني في فئات ومذاهب داخل المذاهب ايضا. يعني قوائم تطول جدا جدا، يعني ما هم مثلا اهل السنه مثلا، في من ضمنهم الوهابيه مثلا، من ضمن اهل السنه ايضا الاشاعره، في
ضمن اهل السنه الماتوريديه والى اخره الى اخره. الانجليين برضو في منهم انواع كثيره جدا وهكذا، في الارثوذكس، في الكاثوليك، في يعني في تقسيمات كثيره جدا، في يهود ربانيين، في يهود قرائيين، في كل ديانه من دول داخلها فئات اساسيه وفئات ثانويه وفرعيه الى اخره. طيب انت بترجع كل ده ليه؟ هي برضو هي المشكله انه الدين بيستخدم كوسيله سيطره كوسيله تمايز، لان السلطه الدينيه هي سلطه جباره جدا جدا، وهي يعني سلطه كفيله بقياده المجاميع والقطعان من البشر. لاني لما ادي كلامي قدسيه، لما اخفي عليه قدسيه، اذا المعارضه تنتفي وتنتهي وتكفر ايضا، لان انا لما بعارض يبقى انا كده بعارض كلام الخالق. فبالتالي هنا طبعا السلطه الدينيه سلطه جباره جدا وسلطه غير قابله للمقاومه. يعني وهو ده بالظبط خروج عن الدين نفسه. تمام، ولكن لا يعني اللي انت وصفته لسه دلوقتي حالا ده عبارة عن خروج عن اي دين، لان كل الاديان بتقولك انك تحب اخوك وانك تبقى بتستعمل الرحمة وان كل انواع الخلقيات الرفيعة، مش انه ده احسن من ده ولا ان ده يعني ما فيش تمييزات. كلمة انك تميز حاجة عن حاجة دي اوريدي خروج عن اي دين. ولكن في حقيقة الامر ده اللي كان بيحصل فعليا على ارض الواقع، لان هو ده اللي كان بيطبق. حاجة تانية، ما هو ليه بقى؟ عشان كل واحد عايز يبقى تشيف ومش عايزين اني انديانز. بالضبط، هو كل واحد لابد ان يكون هو القائد والزعيم لهذا، فطبعا بيحاول ان هو ينشئ فرقة خاصة بيه ليتزعمها. حاجة تانية بقى بتفرق الاديان الابراهيمية ايضا عن سائر الاديان، هي فكرة علانية الدين، بمعنى ان هذه الرسالة ليست لقوم بعينهم، ولكن هي رسالة لكل البشر. وايضا ينتج عن ذلك فكرة التبشير، ان انا ابشر برسالة الاسلام او رسالة المسيحية او رسالة اليهودية الى اخره، وان انا ادعو باقي الناس الغير منتمين لهذا الدين انهم ينتموا الى هذا الدين ويتركوا دينهم القديم، لان هذه الوسيلة الوحيدة للخلاص في هذه الحياة، والراحة الابدية في العالم الاخر ستكون من خلال اعتناق هذا الدين فقط لا غير. الاسلام مانع التبشير، ولكن يحدث، ولكن هذا يحدث. بس مانع كان فليكن، ولكن اللي بيحصل اللي انه باستمرار في دعوة. يا ما هو ده غلط، الكمال لله وحده، فما كانش الرسول بيعتبر نفسه فوق البني آدم العادي، كان كل ما فيها بيدعو لأخلاقيات مرتفعة. ولكن خلينا يعني لو نظرنا إلى ما بعد الرسول وما بعد المسيح كويس، هنجد أنه تم الكثير من الغزوات، يعني عمليات احتلال واعتداء على شعوب أخرى باسم الدين، واستعمار هذه الشعوب باسم الدين، سواء كان هذا الدين هو الدين المسيحي او الدين الاسلامي. وما فيش اي دين بيقولك تقتل اي حد ولا تحارب. لا طبعا. هل الدين بيقول نعمل كده ولا ما نعملش؟ ده بقى بيتوقف على التفسير. انا طريق ما انا درست الاسلام انه كان يعني كان الواحد بينظر للرسول من جهتين، في وقت ما بيكون بيكلم عن الاخلاقيات، وفي وقت لما بيكون قائد البلد الستيتسمان. تمام. فهو كان عنده وظيفتين مش واحدة، بس الناس خلطتهم في بعض. المفروض ان انا اجي اعرض على هذا الشعب الدين وتحببه فيه، وخلاص فرضا ان هو لا يريد ان يسمع لا ارغمه على ذلك، يعني مفيش ارغام، ما ينفعش ان انا اكره حد على اعتناق دين معين. بالظبط. الفكرة بقى ان انا افضل قاعد في هذا البلد، وانا اتولى انا حكم هذا البلد بدلا من ابنائه، ومش انا بس، ده انا واولادي واحفادي بنحكم هذا البلد، واحنا لا نمت له باي صله، والحجه هنا هي ان احنا بننشر الدين. وبعد كده الانجليز والفرنسويين والالمان والطلاينه بطلوا انهم حتى يبريتند انه بوجه الدين، بقى عشان احنا هنروح ننقذ السافجز دول، واحتلوا افريقيا وقسموها حتت. دائما الاحتلال، طبعا فكره الاحتلال هي فكره بغيضه وسيئه جدا. طبعا دائما المحتل بيحاول ان يضفي صورة يعني ايه راقية على هدفه من الاحتلال، فهو يعني اولا ان هو بينشر كلمة الله، اذا لم تنطلي هذه الفكرة على الناس فيبقى
ان هو بينشر الحضاره او بيحمي الناس من شر البرابره المتاخرون مثلا. واليومين دول الموضه هنديلهم ديموكراسي. يعني دائما ان انا بغلف العمل الهمجي اللي انا بقوم بيه دائما بعطي له غلاف جميل. يعني دي مشكله. يعني لو رجعنا تاني للدين ايضا هنجد انه في يعني تحديدا في الديانات الابراهيميه استخدمت كثيرا جدا في ان هي تسحق الكثير من الشعوب بسبب الدين. مع ان الدين عمره ما كان عشان يقسم الناس. يعني ما نقدرش نقول ان الدين فعلا ما قالش كده. ممكن من وجهه نظري انا ممكن اقول لك من وجهه نظري الدين ما بيقولش كده. ممكن تقولي من وجهه نظرك الدين ما بيقولش كده، ولكن في ناس كثيره جدا من كل الاديان بترى لا انه الدين لا بيقول كده. فبقول لك يعني هي المشكله الاساسيه هنا هي فكره. يمكن يكون وجهه نظرك مختلفه عن كده، ولكن في ناس كثر جدا بيعتبروا انه الوسيله الوحيده للخلاص في الحياه الابديه هو اعتناق ديني انا فقط. اي دين اخر ابراهيمي او غير ابراهيمي غير ديني لا يمكن ان يعطيك الخلاص والسلام في الحياه الابديه. ده اوريدي كفر. كل مخلوقات الرب الواحد يحبها ويحترمها. لكن لما انا بنظر لك وانا عندي قناعه راسخه جدا ان انت ان عاجلا او اجلا مجرد قيام يعني انتهاء هذه الحياه وبدايه الحياه الابديه ان انت مصيرك الى الجحيم او الى النار، هبتدي ان انا انفر منك، مش عايز اتعامل معاكي. انا يعني ليه اتعرف على حد من اهل النار؟ اتعامل ليه مع حد من اهل النار؟ ما هو انت خدت بالك انا قلت لك ايه؟ ده عباره عن كفر. ده كفر. ايوه، ولكن الخطاب العام لكل الاديان. لا استناني انا ما كملتلكش. الكفر في الموضوع ده عباره عن ايه؟ عبارة عن انت حطيت نفسك كأنك انت ربنا وان انت بتحكم عليا. مفيش حد يحكم على حد غير ربنا. انت ازاي اديت لنفسك مركز انك تبقى ربنا؟ ده كفر. خدت بالك يا محمد؟ يعني ان الواحد يعين نفسه اعلى من غيره ده غلط اولا، ومن ناحية تانية ده المرة دي بقى لما يكون بيحكم على البني ادم رايح النار مش رايح النار، انت مين انت عشان تقولي رايح النار؟ ده ربنا هو اللي بيقرر. بدون شك. ما هي طبعا هي في نقطة تانية كمان يعني لازم نحن نفكر فيها. من صفات الإله الأساسية اللي لا يمكن أن يكون إلها بدونها هي فكرة أن الله لابد أن يكون علمه غير محدود. هو عنده رحمة؟ يعني لا، هو المفروض أن هو يكون علمه غير محدود. لو علمه كان محدودا يبقى لا يصلح أن يكون إلها. على طول كده يعني. أيضا قدراته غير محدودة، لا يحدث شيء ولا يعجزه شيء. يعني هو دايما بيعرف الإله على أنه هو الجوهر الفرد، هو الحد الذي لا يحده أحد، يعني لا يحده أي شيء وغير محدود العلم. إذا نحن هنا بنقر أن هذا الإله يعلم كل ما يحدث في النفوس. بالضبط، كل ما يحدث في الظاهر والباطن يعلمه كما يعلم صاحبه وأكثر أيضا. وفي نفس الوقت من صفات الإله أيضا القدرة المطلقة، يعني برضو أن هو هذا الإله لا يعجزه أي شيء أبدا. وبنقول دايما كمان الكمال لله وحده. يبقى كل بقية الناس المخلوقات مسموح لها أنها ما تكونش كاملة الأوصاف. فبالتالي هنا إذا كان هذا الإله علمه أزلي أبدي لا يحده حد، يعلم كل شيء، يعلم الظاهر والباطن، وأيضا هذا الإله قدرته لا حدود لها، لا يمكن أن يمنع إرادته أي شيء مهما بلغ، كويس؟ فبالتالي في بشر بيتبعوا الدين ألف، وبشر بيتبعوا الدين باء، وبشر بيتبعوا الدين جيم، وبشر لا يتبعون أي دين. بالضبط. هو يعلم ذلك. وأيضا بما أنه قدرته لا محدودة، فإذا كان هذا ضد إرادته فهو يمكن في أقل من لمح البصر أن يحول كل البشر إلى الدين الصحيح، أو أن يفني من لا يعتنقون الدين الصحيح. فإذا هذه إرادته. فلما أنا أحاول أغير هذا الأمر بإيدي يبقى أنا كده بتعالى على الله نفسه. انا كني بعلم ربنا، كني بقول لربنا انت مش عارف شغلك انا هعمله لك. ده بالظبط اللي انا قلته. بالظبط. بس كمان في حاجه تانية ممكن جدا ان ما يحاولش يمنع او يغير، هو هيحاسب في يوم الحساب. يعني بالظبط. يعني هي الفكره ان ده مش من شاني ولا من شان اي حد ان انا اعدل هذه الامور، لانه الخالق يعلمها تماما. ايوه. وان لم يكن يعلمها فهو
ليس الخالق. يعني إذا أنا اعتقدت أن إلهي لا يعلم، ليس مطلق العلم، فإذا هو لا يستحق أن أعبده يعني. فإذا كان مطلق العلم ومطلق القدرة اللي هي المتطلبات الأساسية لأي خالق يعبد، فبالتالي هو عارف هذه الاختلافات ولا يغيرها ما بيننا وبين بعض لأنه يريدها. فتغيير هذه الاختلافات بالقوة هي خروج عن الإرادة الإلهية ومعارضة للإرادة الإلهية، وكأنني أنا أنازع الله في ملكه. بالضبط. أنت عارف أيام Arab Spring وكل الشغلانة بتاعت المسلم Brotherhood في مصر، كذا حد كان بيناقشني هنا هو بيقول لي إحنا لازم ندافع عن الإسلام. قلت له الإسلام بقى له 1500 سنة، أنت لسه مولود ما بقالكش يومين، يعني الإسلام مش محتاج لك أنت أنك تدافع عنه. هي مشكلة الدين برضو أنه هو دائما ناس دابت باستمرار على استخدام يعني الدين أنه هو يكون وسيلة من وسائل برضو السيطرة على عقول الآخرين أو اكترار المشاعر أيضا. فأنا برضو أن أنا عايز أن أنا أجذب ناس للجناح بتاعي، فبالتالي يعني أسهل شيء برضو أن أنا يعني أعطي للجناح الخاص بتاعي صبغة دينية. ما هي الفكرة؟ أنه العلاج لكده أولا أنه التدريب الديني يكون من البيت، عشان ما يبقاش في حد بأسباب سياسية بيوجه عقل ولادي. دي حاجة. الحاجة التانية أنه لازم يكون التعليم الدين نفسه مركز على الأخلاقيات مش على المظاهر، يعني ما ينسقوش في ما بسلمش بايدي، ما مش مغطيه الفتفوته دي من شعري. دي حاجات كلها بتلهو الواحد عن الجوهر الدين. هو طبعا يعني في طقوس لكل دين، متطلبات معينه في الاداء، في الاكل، في الشرب، في الملبس، الحاجات دي كلها أو هكذا يعتقد أو هكذا يروج إلى هذا الأمر. ولكن دائما يأتي على يعني على رأس الأولويات هو علاقة هذا المخلوق بالمخلوقات الأخرى. يعني أهم شيء إن أنا أكون حسن التصرف وأن أكون مفيد وأكون عون لسائر المخلوقات الأخرى، سواء كانوا بشر أو حيوانات أو نباتات. ما هو بالظبط، يعني لو الواحد بياخد المسج التعليم التيتشنجز بتاعت الدين ويركز تعليم فيها الدين. تعليم الدين ويركز فيها، اي مظاهر تانية بقى عشان الواحد يعبر عن نفسه دي بتيجي درجة تانية او تالتة، مش هي اللي بيكون عليها التركيز. فاهم قصدي؟ ان الواحد ما يأذيش حد، ان الواحد ما يكذبش، ان الواحد ما يسرقش، ان الواحد يراعي ضميره في كل حاجة بيعملها. من اعلى دلائل الاثبات يعني لكي اثبت لشخص ازاي انا اكون دلوقتي بقول لك انه انا بقدرك وبحترمك، وفي نفس الوقت بعد ما اقول لك هذا الكلام اخرج اكسر عربيتك. يعني ألف بيت دليل على تقدير أو حب، فما بالك بقى تبجيل وعبادة الله. هو إن أنا أكون بحب مخلوقاته لأن هو اللي خلقها. بالظبط. فما ينفعش إن أنا أروح أقتل البشر اللي هو خلقهم، أو إن أنا أأذي الحيوانات اللي هو خلقهم، يعني أو ألوث النهر أو البحر اللي هو خلقه. يعني ألف بيه محبتي لهذا الخالق إن أنا أحسن دائما لمخلوقاته. يعني مثلا كتير قوي دلوقتي الناس بتقولك إيه؟ بتقولك بدل ما كل الفلوس دي رايحة في إنك أنت تزوق مبنى، اتعم المسكين لأنه هو ده المطلوب. بالضبط بالضبط. يعني هو أهم شيء إن أنا أكون مفيد لي سائر المخلوقات الأخرى. وأنا بعتبر أهم حاجة في كل ده إن الواحد ما يقولش على حد تاني أقل منه، لأنه الواحد ما يعرفش إيه اللي في النفوس زي ما أنت بتقول. الحد التاني اللي أنت مش شايفه عجبك عشان ما بيغطيش راسه أو ما بيعملش دي أو ما بيعملش ده، ممكن جدا يكون فاتح بيوت كتير، ممكن يكون بيخدم ربه بطرق أعلى بكتير وأنقى من الشكليات. بدون شك طبعا، لأنه في النهاية برضو أيضا يعني ما هو من الفروقات الأساسية بين المخلوق والخالق هو محدودية. يعني المخلوق ممكن أن يشترك مع الخالق
في الكثير من الصفات، ولكن الفرق هو هنا هو أن الخالق يتمتع بهذه الصفة بلا حدود، بينما المخلوق يتمتع بهذه الصفة بحدود. يعني أنه الخالق يكون الكريم، بينما المخلوق يكون كريما ولكن ليس الكريم. يعني المخلوق يكون قوي ولكن له ليس القوي. كويس. المخلوق يكون رحيم ولكنه ليس الرحيم. المخلوق يكون مثلا يعني عليم ولكنه ليس العليم. يكون سميع ولكن ليس السميع الى اخره. طب انا هقول لك حاجه وقول لي رايك بصراحه. انا في المدرسه من ضمن الحاجات مره كانت المدرسه بتقول ايه، بتقول هو الواحد مفروض يصلي 5 مرات في اليوم، مش لما بس عايز حاجه من ربنا. تمام. اوكي. الحاجة التانية بقى، انا قلت لها طيب بالعقل كده، انا لما ألجأ لربنا واصلي له لما اكون محتاجة له، ده اعظم دليل لانه انا بعتبر انه هو الوحيد اللي يقدر يحققها لي. لانه في ناس كتير قوي بتبقى going through the motions، بيصلوا 5 مرات في اليوم لكن ما بيطبقوش في حياتهم بقى الخلقيات بتاعت الدين. او هقولك حاجة اوحش من كده كمان، بيبقوا مثلا في وسط الصلاة ومتابعين الكونفرسيشن اللي بقيت الناس اللي قاعدة بتقولها، وبعد ما يخلصوا الصلاة يجوا يعلقوا عليها. طب انت كنت في الدقيقتين اللي انت بتصلي فيهم دول مفروض ان انت بتتواصل مع ربنا مش معنا. لا ما هو ده طبعا، هو يعني هي الفكرة ان الصلاة ليست يعني خشوعا او اداء حركيا فقط. بالضبط. ولكن اذا لم يتبع هذا الخشوع الجسدي، يعني ده بيبقى البني آدم بحاله كده مسلم روحه لربه. لابد انه الأداء الروحاني يكون مواكب للأداء الجسماني للمصلي. يعني ان لم يكن يسبقه ايضا، المصلي عندما يتوجه الى خالقه لابد انه يتوجه اولا بروحه وبقلبه وبعقله ثم اخر شيء جسده. يعني لكن ما قيمة ان يتوجه المخلوق للخالق بالجسد او ان يؤدي حركات بالجسد تدل على الخضوع والانصياع الكامل للاله، ولكن قلبه وعقله في عالم اخر. بالظبط. يعني هي دلوقتي انا ليه منشغل قوي انه سين من الناس او صاد من الناس يعني سيدخل الجنه او النار؟ يعني انا ما شأني؟ بالظبط. يعني انا دلوقتي لو سين من الناس دخل الجنه او دخل النار، هل ده سيؤثر على دخولي انا الجنه او النار؟ يعني اشغل نفسك بنفسك. يعني المفروض ان الشخص ينشغل بوضعه هو. بالظبط. ليس من شأني وضع الاخرين. انت عارف في اغنيه كانتري ميوزك بيقول لك why don't you mind your own business then you won't be minding mine. بالضبط. يعني ما هو الفكره انه يعني طوبى لمشغلات عيوب عن عيوب الناس. يعني لما اكون خلاص يعني استوفيت كل الحاجات اللي ورايا، لما اكون خلاص بقيت انا شخص خالي من العيوب تماما، عندها ممكن بقى يبقى انا عندي ولا حتى وقتها. لا هو مش هيحصل. هو لا ومش بس كده، انت يوم ما توصل لدرجه عاليه، مش هقول القمه، توصل لدرجه عاليه من الايمان مش التدين، الايمان، كان وقتها روحك هتكون نقيه وارتفعت عن الحاجات دي. تمام. بس هي الفكرة بقولك انه عشان تقومي بيه تصفية كل عيوبك، ده محتاج عمرك كله اذا قدرت تعمليه. مش هيحصل. مش بيقول كان في البتاع بيقول لك على شرط انه لما يتجوز اكتر من واحدة ولن يعدله. تمام. يعني فهي الفكرة انه يعني إن الانسان ما عندوش هذه الرفاهية الحقيقة. إذا كان هو فعلا بيطبو إنه يكون شخص سليم، شخص معتدل، شخص فعلا بيرضي هذا الخالق. ما عندوش أبدا رفاهية الوقت اللي هو يحكم فيه على حد غير نفسه. ما هي بالظبط إنه الناس شغلة نفسها بأمور الناس التانية. وأول ما أنت تبقى ما بتنسقش للقواعد اللي التانيين عايزين يحطوها لك، بقيت انت اللي وحش. بالضبط. هي دي المشكلة.
يعني مش يعني انها هتفرق، اللي مش عايز يعمل مش هيعمل، بس قصدي اللي عايز يمشي امور الناس التانية ومش مركز على نفسه، ما ممكن جدا الناس التانية دي تبتدي تطلع فيه هو العبر، بس هو مش حاسس. دي حقيقة، دي حقيقة. يعني هي الفكرة انه بقولك، ولهذا السبب الحل الامثل ان انا اشغل نفسي بنفسي فقط. ان انا لو عايز اكون قاضي وجلاد، اكون هذا مع نفسي مش مع الاخرين. يعني انا مش شأني اطلاقا الاخرين عملوا حلو او وحش، لانه في النهاية كل شخص يحاسب عن افعاله هو وليس افعال غيره. كل شخص منوط بما فعله هو في حياته، ولما ما بيكونش مركز على نفسه بيغلط. طبعا، لانه هو يعني ياريت بس يكون محظوظ جدا 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 اذا استطاع ان هو يعني يركز تماما على نفسه. لو استطاع ان يصنع هذا فقط يكون قد حقق انجازا عظيما جدا. يعني نقدر نقول انجاز يصل لدرجة الاعجاز زي ما بتقال احيانا. انه فعلا لو قدر بحقيقة الامر فعلا ان هو يقدر يركز على عيوبه هو فعلا ويصححها، وهذا الامر سيستغرق منه عمره كله، يكون عمل انجاز كبير جدا. لكن انت عارف بعد سبتمبر 11 كان مجهود كبير قوي مننا هنا ان احنا نقول لهم كلمة جهاد، ده جهاد مع النفس. تمام. لا هو اكبر، يعني هو اكبر انواع الجهاد الذي ممكن ان يقوم به انسان هو ان يجاهد رغباته وشهواته. والاهم من رغباته وشهواته ان يجاهد الانا بداخله. يجاهد الكبر صح والتعالي اللي بداخله على الاخرين. يعني ده اكبر انواع الجهاد الذي يقوم به الانسان. ومن المؤسف جدا انه يستخدم الدين كوسيله لاكثر الاشياء كراهيه واكثر الاشياء بغضا. بالظبط، وهي التعالي والغرور، انه يستخدم الدين كوسيله لده، كوسيله لاني اتميز على الاخر وان انا يعني استفتح عليه. لغى التواضع، والتواضع من ضمن الاساسيات. طبعا، لان هو بمنتهى البساطه، يعني هو لابد ان يتواضع المخلوق، يعني اذا كان يعلم فعليا ان هناك خالق فلابد ان يتواضع، لانه يدرك اذا كان يؤمن بهذا الخالق فعلا، فهو يدرك تمام الادراك انه لا حول له ولا اي قوه بدون هذا الخالق. بالظبط. فبالتالي يغتر على ايه؟ يعني يغتر على ايه وهو لا يملك من امر نفسه شيئا؟ هو نفسه ما يملكش من امر نفسه هو شخصيا شيئا، مش يملك من امر الاخرين. بالظبط. يعني فلهذا السبب طبعا من المؤسف جدا انه عبر العصور هو يعني ان يتم استخدام الاديان كوسيله لخدمه اهداف المفروض ان هي ضد اساسيات الدين تماما. ما هم بيقول لك الحاجتين اللي تقدر تسيطر بيهم على الناس هي الدين والناشناليزم، الباتريوتيزم، اللي هو الحس الوطني. يعني الحس الوطني اللي يعني هم الحقيقه هم نوعين من انواع الفاشيه والشوبينيه والاستعلاء، ولكن هي يعني نوع من انواع الفاشيه الدينيه والاخر هو فاشيه وطنيه. واي حد يعارض الفاشيه الدينيه يعتبر كافرا، اي واحد يعارض الفاشيه الوطنيه يعتبر خائنا للوطن، وهي طبعا وصمه عار مذله. يعني ولهذا السبب المعارض بيفكر مليون مره قبل ما يطرح رايه المعارض. بس انت قصدك على اللي عنده فكرة ممكن، يعني انا لو ليا رأي معارض للفاشية الوطنية لو هعارض اخاف جدا ان انا اتهم بان انا شخص خاين للوطن. ما هو اللي بيخونك هو اللي خاين للأسف. وانا برضو عندي رأي معارض للفاشية الدينية بتردد ان اعمل كده، لان انا اخشى برضو انه اتهم بان انا شخص كافر. لا انا ما بخشاش، انا بقول اللي هيحاسبني فوق. ده شيء طيب جدا، ولكن في كثيرين من الناس بيخشوا فعلا. في كثيرين من الناس يبقى مش فاهمين دينهم، لانه انا ما بخشاش من اي حد غير ربنا. يعني في ناس كتير يقول لك طب ما يمكن يكونوا صح، ليه انا احط نفسي في حاجه زي كده واخسر
يعني حياتي الأبدية ليه. انت عارف مرة تعزمنا على الفطار فكان الأب بيقول لي انت صايمة، قلت له طبعا، قال لي طبعا ليه، قلت له عشان ربنا عايز كده، قال لي يعني المهم دخل معايا في مناقشة كده، وبعدين في الآخر بيقول لي طب وانتيش ضمنك في آخرتها ان هو هيعمل كده. لا طبعا، هو مفيش اي حد ضامن اي شيء. هو يعني هو الناس بتقوم بالعبادات على امل حاجه معينه، بس هي الفكره برضو يعني هو هي الرحله ما بين الواحد وربه ومحدش تاني له دخل، هي دي الباتم لاين. دون شك. وحاجه تانيه كمان مهمه قوي، في احيان كثيره جدا بنقيم او بنفكر في الخالق وكانه بشر، وكأنه بيفكر كالبشر، وإن كان يفكر كالبشر فإذا هو مخلوق. يعني كيف الخالق أن يفكر كالمخلوق؟ المخلوق عنده قصور، فإذا الله كان يفكر كالمخلوق إذا هو إله عنده قصور أيضا. يعني لماذا نعتقد دائما أنه أهم شيء عند الخالق هو النتيجة النهائية؟ لأن إحنا كده بنعتبر وكأن الخالق ده مدير عنيف. يعني أنا لما بطلب منك تخلصي لي شيء معين أو شأن معين، أنا بطلب منك تسلمي لي المشروع ده كمان يومين. لو جيت سلمتولي كمان يومين هقول لك ده عمل طيب جدا ممكن أنقيك، لو ما حصلش هرفدك كويس بغض النظر، حتى لو كان هذا المشروع مش أنت اللي عاملاه، حتى لو المشروع ده أنت من حد او حد من قرايبك مساعدك، ما يهمنيش انا، كل اللي يهمني النتيجه، ما يهمنيش قد ايه ولا مين اللي عمله لك، المهم في بعد الاسبوعين جبتي المشروع جاي. ولكن ممكن انا بقى في نفس الوقت اشتغلت اكتر منك في المشروع ده، بس للاسف الكمبيوتر كان عطلان عندي في البيت مثلا، وحاولت ان انا اشوف كمبيوتر هنا وهنا، حاولت كل ما استطيع لكن الظروف وقفت ضدي. هو المدير ملوش دعوه بالظروف، هو لو في النهايه انت عملتي مشروع انا ما عملتوش. لكن الخالق مش كده، الخالق بالعكس، يعني الخالق لان هو علمه كامل، لان هو المدير ما يعرفش الظروف، هو اللي يقدر يحكم عليه بس هو النتيجه النهائيه. لكن الخالق علمه مش محدود بالظروف فقط، فالخالق بالعكس يحاسب، يعني في اعتقادي ان هو يحاسب بالاساس على المجهود وليس النتيجه. يعني السعي والاخلاص في السعي أهم بكتير من نتيجة هذا السعي. والأعمال بالنيات. بالظبط. اللي هي النية، اللي هي الحاجة الوحيدة اللي ربنا بس هو اللي بيبقى عارفها. بالظبط، يعني هل أنا سعيت سعيا حثيثا فعلا مخلصا للوصول إلى هذا الخلق؟ هل سعيت أنا سعيا حثيثا مخلصا إن أنا أكون مفيد ومريح لكل مخلوقات هذا الخلق؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ففي اعتقادي طبعا، يعني هو اعتقادي فقط، لا طبعا لا استطيع ان انا اعممه، انه هو يعني هو ده اساس النجاح، ان انا اكون سعيد باقصى ما استطيع بحدود امكانياتي اللي منحها لي الخالق، ان انا اوصله وان انا احسن الى مخلوقاتي. ده كده ما بيننا وبين بعض كدين واحد. ايه رايك بقى في الناس اللي بتقول لك انه اللي مش مثلا من دينك ده يبقى انفدل؟ فكره تكفير الاخر، يعني من هو مؤمن ومن هو كافر، هذا ليس شان المخلوقات. اطلاقا. لا فضل لعربين او اعجمين الا بالتقوى. ما قالش بالتدين، ما قالش بالإسلام، قال لك بالتقوى، يعني يكون بيتقي. لا يعني هنا طبعا، يعني هذا المثال ما فيش، يعني الأديان لا يوجد بها عنصرية. بالظبط. صح. يعني لا فضل العربيين على الأعجمي إلا بالتقوى، وأبيض على أسود، كويس؟ يعني برضو الذكر والأنثى متساوي كل شيء. أيضا في العهد الجديد، الكتاب المقدس مثلا، في مثال للسيد المسيح، هو مثال السامري الصالح. في هذا المثال المسيح يتحدث عن شخص يهودي تم الاعتداء عليه وهو مسافر، فسقط وكان بين الحياة والموت، مر عليه مجموعة من نفس الخلفية بتاعته، من أهله أو من العشيرة بتاعته، ولم يتوقفوا لإسعافه خوفا أن يكون شخص متشرد أو خوفا أن يكون من أعداء الأخر، وما وقفلوش غير شخص سامري، مع أن السامريين كانوا أعداء لليهود، ولكن هذا السامري لم يكترث كثيرا بخلفية هذا الشخص
المريض الحياة والموت، ولكن أخده وساعده وده مكان للإقامة وللطعام، وأخبر الشخص المسؤول عن هذا المكان قال له دي له كل الأكل اللي هو عاوزه ودي له كل ما يحتاجه، ولو أنت محتاج أموال زيادة عن ما أفعلك سأعطيك غدا. فيعني هنا وعشان كده الرك بقى هنا على مين اللي فاهم دينه بالمظبوط، مش مهم أنهي دين، المهم ان هو يكون بيتبع تعاليم دينه. بالضبط. هو ده اللي بيميز اي بني ادم، وهتلاقي انه اللي بيتبع تعاليم دينه ده عمره ما بيحكم على حد تاني. بدون شك. اوكي محمد، قول لي طيب وجهة نظرك ايه بالنسبة للحروب والتقتيل والتعذيب اللي بيتعمل باسم الدين؟ هو طبعا يعني ايا كان الدين اللي بيستخدم، يعني اطفاء نوع من انواع الشرعية على هذه التصرفات الهمجية البربرية جدا، فهو الحقيقة هذه التصرفات بدون ادنى شك هي ضد اي نوع من انواع الدين، لسبب بسيط جدا، لان هذه التصرفات تعتبر تعديل على الخالق. يعني انا وكأني تماما انا بأعدل على الخالق، انا بقوله ان انت البشر المختلفين معايا في الدين او في الفكر دول اللي انت خالقهم، اللي انت بتشرق عليهم الشمس كل يوم زي اللي انت بتمطر عليهم الامطار، اللي انت بتاكلهم اللي انت بتشربهم، دول بارادتك وبعلمك الكامل ان هم مختلفين عني، وبارادتك اللي ممكن ان هي لحظة تخليهم زي او تفنيهم، دول بقى انا هفنيهم بالنيابة عنك لان انت اله عاجز او انت اله غير قادر. وطبعا يعني هو يعني انا بحس ان هو في تعدي على الله وتعارض غريب جدا. يعني لا تعدي ده انت بتتعدى على ربنا. بالضبط، يعني بقولك يعني هو يعني شيء غير مفهوم بالمرة الحقيقة، وشيء مصطنع جدا. يعني منين انا بقول ان انا مؤمن بهذا الاله وفي نفس الوقت انا لا توجد عندي ثقة في تصرفاته. طيب انا على البرنامج التاني بتاعي اللي هو Cross Cultures استضفت واحد مورمن، دول conscientious objectors ما بيروحوش الحرب. تمام. فليه الاديان التانية او السكتس التانية والاديان التانية ما بيسمعوش كلام دينهم في انه ما يقتلوش حد ويبقوا conscientious objectors؟ يعني هم المورمونز لهم وضع خاص شوية فيها، يعني بصرف النظر عن وضعهم الواقع انهم ما بيعوزوش يقتلوا. فاهم قصدك، ولكن هرجع برضو اقول تاني انه المورمونز بالنسبة لهم الحكومات الوضعية او اي شيء اي حكم بشري هم لا يؤمنوا بان هم يتبعوا اي حكم بشري. بس ده ملهاش دعوة بان هم ما بيعوزوش يتعدوا على روح اي بني ادم تاني. تمام. بس هم يعني اي دين باي دين بيقولك ما تقتلش، ليه بنقتل مش انا وانت؟ يعني بقولك لا يوجد اي انسان عاقل ابدا يمكن ان يعتقد او يؤمن انه من الممكن يستحل روح اي بني ادم تاني. بالضبط. شيء غير واقعي بالمرة، يعني شيء غير واقعي بالمرة تماما. يعني ان انا اعتبر نفسي انا اللي بقرر الولي على الدين. بالضبط. يعني ده طبعا ده شيء ازاي كل ده حصل؟ Why did it get so out of control؟ الطبيعة البشرية هي دي المشكلة، دي المشكلة الكبيرة جدا. يعني المشكلة الكبيرة اللي هي ان كل بني ادم عايز يتحكم وعايز يبقى هو اللي صح. بالضبط. يعني هي دي المشكلة، ان هو مش ما عندوش استعداد ان هو يقبل فكرة انه في حقيقة تانية غير الحقيقة اللي هو معتقد فيها. دي من ناحية تانية هو يعشق الخصوصية. يعني لو الجنة دي مكان لكل الناس، لا طب يبقى يعني كده فقدت قيمتها بالنسبة لي. يعني ما ينفعش ان الجنة دي تكون مكان لكل الناس، لا، يعني مسموح بيها الناس معينة ومش مسموح بيها الاخرين. طب دي حاجة في التربية بقى، لان انت لما بتربي وهتعلم ولادك من الاول انهم كلهم سواء مش هيبقى فيه التمييز. معاكي تمام. ولكن هي الفكرة، يعني انا ولادي كنت مرة بنده واحد حد منهم باسم التاني، انا فلانة whoever you are روحي اعمليها.
انا بحبكم كلكم عند بعض، ما تفرقش معايا الاسماء. بالظبط بالظبط. يعني هي بقول لك، هي لا هي دايما يعني، وهو فكر مرضي انه لا يكفيني فقط ان انا ادخل الجنه، لا وكمان ان غيري يدخل النار. يعني لو كل الناس تدخل الجنه لا مش عاوزها، لازم انا اخد الحاجه وغيري ما ياخدهاش. راحت فين حكاية بلاد الله خلق الله؟ يعني ايه الفكرة كده؟ لا لا قول لي، بلاد الله خلق الله راحت فين الفكرة دي؟ دي طبعا في يعني في منظومة فكرية دلوقتي مسيطرة للأسف، فيها مسخ فكري كتير، في مسوخ فكرية موجودة دلوقتي مسيطرة على عقول الناس، وهذه المسوخ الفكرية طبعا كلها بتميل إلى التمايز، وإن أنا دايما باستمرار أنا الصح وغيري الغلط، وإن أنا اللي هيكون لي حياة أبدية، وأنا اللي هو نعم بينما غيري سيعذب. لكن يعني لا أقبل إن أنا أكون زي بقية الناس، لا لابد إن يكون نادي خاص. طب ما كل ده دلوقتي احنا للصفوة بس ما احنا دلوقتي كده دلوقتي اتكلمنا عن العيوب والحاجات اللي ناقصه، الخطوة اللي بعد كده بقى ان الواحد يعالجها. هو الفكرة ان لازم اعرف هو الدين هو ايه بالنسبة لي. الدين علاقة خاصة بينك وبين الخالق بس. انا من وجهة نظري يعني المتواضعة، انا بشوف انه الدين هو اسلوب حياة لإدارة حياتي، بيساعدني ان انا اكتسب اكبر قدر ممكن من الفوائد في هذه الحياه، وابتعد عن اكبر قدر ممكن من الشرور في هذه الحياه. طيب ميز لي بقى بين الديفينيشن اللي انت قلتها دلوقتي وبين التربيه في البيت. يعني هي الفكره بالظبط. يعني انا بعتقد انه اي شيء محرم هو شيء بيضر الانسان اجتماعيا، نفسيا، صحيا، ماديا، علميا. يعني اي شيء لا يضر الانسان في هذه النواحي هو حلال بدون شك من غير مثل. لا يعني كل القيود اللي انت حطيتها دلوقتي باسم الدين بتفترق في ايه عن انك انت بتربي على الاسس دي تربية؟ لا هو طبعا يعني هل الناس الملحدين بيربوا اولادهم على ان الكذب شيء طيب؟ لا طبعا. بالظبط. هل الناس الملحدين بيربوا اولادهم على ان الغش شيء طيب؟ لا اطلاقا. هي الفكره ان هو 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 الدين هو بيؤكد الاخلاق، يعني هو الدين بيرسخ لهذه الاخلاق. يعني هو الدين في الاساس هو الخلق. يعني هو الدين الشخص المتدين هو الشخص الخلوق، ومع ذلك بتبص تلاقي اللي هم مستدينين بعيد جدا عن كل انواع الخلق للاسف في حالات كثيره. طبعا للاسف يعني مش هنقدر نقول دايما، ولكن في لا يعني لما الواحد بيركز على الشكليات بيبقى اهمل الاساسيات. ومن الممكن الشخص يكون عنده ده وده، ولكن اذا كنا هنرتب سلم الاولويات بالظبط طبعا الجوهر ياتي اولا ثم المنظر. يعني إن استطع أن تقوم بالاثنين معا فده شيء طيب جدا. يعني قمت بالمظهر وأن أقفلت الجوهر فأنت بالتالي منافق، وبالتالي أنت بتؤدي أسوأ خدمة لهذا الدين، أنت بتديله دعاية سلبية باستمرار. لأن أنت لأن مظهرك يدل أنك تابع لهذا الدين، فأي تصرف هتعمله سيحسب على هذا الدين وعلى أتباع هذا الدين الأبرياء منك ومن تصرفاتك القبيحة، ولكن سيحسب عليك. فهو يعني قبل أن تبتدي الرداء الخارجي أو أن تتخذ المظهر الخارجي الذي يدل بدون أدنى شك على انتمائك للدين معين، لابد أن تكون متأكدا أولا أنك أهل لذلك. أنا كنت بشتغل في شركة طيران، وكان أيامية طبعا ما أعرفش حتى أنت هتعرف الكلمة دي ولا لا، كان المانيفستو بتاع الطيارة بيتبعت على التلكس مش تمام. أوكي ما كانش لسه في كمبيوترز على أيامية، أنا من قرون الوسطى. فكان له أوضة صغنطوطة كده الواحد بيقعد فيها، وبقعد أطبع كل أسامي الطيارة 350 400 زي ما يكون كل يوم. فجاء رمضان والمدير المباشر بتاعنا يجي يستخبى في الأوضة دي عشان ياكل وقت ما هو مفروض يكون صايم. ايه رأيك؟ لا هو طبعا ما هو هرجع تاني لفكرة النفاق، لفكرة برضه ان انا يعني بعيش في عالمين، عالمي الشخصي وانا لوحدي، وعالمي الاخر امام الناس. وفي حقيقة الأمر هنا لابد الواحد يسأل نفسه، يعني أنت بتعبد مين؟ بتعبد الناس؟ أو بتضحك على مين بالأصح؟ بالظبط، يعني مين اللي همك؟ وللأسف طبعاً أنت بتناجي الناس
كتيره جدا جدا. يعني معنى ان انا بعمل الشيء اللي بعمله في الخفاء ما اعملوش في العلن، معنى ذلك ان انا بخشى الناس اكتر من رب الناس. بالظبط. يعني انا كده بعبد الناس ما بعبدش ربهم. واو، انت قلت حاجة عظيمة جدا دلوقتي. يعني فعلا للأسف، يعني وهي دي الحقيقة للأسف. يعني انا بعبد مين؟ انا بعبد مين؟ مين يعني؟ بما اني انا لما بكون لوحدي، بس انا عمري ما بكون لوحدي على فكرة، لان ربنا مطلع عليا دايما. اكيد. لما بكون لوحدي يعني مش مطلع عليا غير الله، فبالتالي عادي اعمل كل المبيقات، لكن لما يطلع عليا البشر ما اعملهاش. انا كده بخاف البشر اكتر من خلقهم. انا بعبد البشر مش بعبد خلقهم. فده نفاق، نفاق شديد جدا 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 يعني. وقصور في فهم الدين بدون شك. لا، هو يبقى انا في حقيقه الامر الحقيقه الدين بالنسبه لي هو وسيله وليس غايه. يعني هو وسيله لتحقيق مآرب. يعني حتى ممكن ان يكون الدين وسيله ايضا لتحقيق مآرب ساميه، مآرب روحانيه عظيمه، مآرب اجتماعيه طيبه، لكن لا، انا بستخدم الدين كوسيله لتحقيق يعني ايه سمعه او لتحقيق برستيج اجتماعي. يعني عايز احقق مكانه مميزه اجتماعيه، فبستخدم الدين كوسيله او كسلم افرض عليه لكي اصل الى هذه المكانه المتميزه جدا اجتماعيا. وده بالظبط اللي مش مطلوب. والهدف انه برضه بيبتدي يستخدم حتى يعني الدين كلقب، يعني ان واحد يبقى حاج او واحد يبقى مقدس، يعني ده لقب، كانه لقب. يعني انا دايما بقول انه انا بعرف اقرا واكتب وافكر، فمش عايزه حد تاني هو اللي يعمل لي انتربريتيشن. طب انا هسألك سؤال مباشر، ليه انا محتاجة اقرأ اي حاجة غير القرآن؟ كويس. هو هنا طبعا يعني هو هجاوب اجابتين على شقين، هنا مش هينفع اجاوب شق واحد. يعني الشق الاول، اذا كنت انا من اصحاب مدرسة الافضل ولا اقبل غير الافضل، ولا بد ان اكون عليه انا هو الافضل، فيعني الافضل مش افضل ولكن الافضل، يبقى معنى الافضل يبقى على الاقل في حاجتين تانيين غير الحاجه اللي انا بعملها. يعني لما اقول فلان هو الاطول، يبقى في واحد مثلا، واحد طويل اطول والاطول. فاحنا دلوقتي انا ليه ادرس الحاجات الثانيه غير القران؟ لان انا لو عايز اثبت انه القران هو الكتاب الافضل، او ان الكتاب المقدس هو الكتاب الافضل، او ان العهد القديم هو الافضل، او ايا كان الكتاب بتاعه هو الافضل، يبقى لابد ان اقارنه بغيره. ما ينفعش ان انا اقول على حاجه هي الافضل. لا لا لا، انت فهمت السؤال غلط. انا كنت قصدي اقول لك ليه المسلم محتاج حد تاني يفسر له القران. تمام 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 تمام. مش انك بتتكلم على اديان تانية. اوكي. طبعا يعني انا بفهم عربي، بقرا عربي، بكتب عربي، وبفكر، واتخلقت في اتموسفير، في جو هنا كله متشبع بالاسلام. يبقى انا ليه بقى محتاجه بني ادم تاني يتفلسف عليا؟ ممكن لانسان تاني ان هو يديني تفسيره لنص في القران. بس انت هتتحاسب على مفهومك انت. جميل. وعلى افعالك انت، مش على تفسير حد تاني. جميل جدا. ولكن هنا الشخص برضه اللي بيفسر كويس، وللاسف في كثيرين من رجال الدين بيغفلوا هذا الامر، ان المفروض المفسر هنا يكون عنده الامانه العلميه. بمعنى انه لو جيتي سالتيني مثلا عن كلمة مثلا باللغة الإنجليزية زي تو مثلا، كويس، فجيت تسأليني يعني إيه تو، فهقول لك تو يعني اثنين. اللي أنا قلته صح، بس أنا ما عنديش أمانة علمية، لأن كان لازم أقول لك إن تو ممكن تعني اثنين، وممكن تعني أيضا، وممكن تعني إلى. أي. لكن نسبة من رجال الدين للأسف لما تيجي تسأليه هيقول لك معنى واحد فقط، مع إن هو عارف المعنيين التانيين. ويمكن يكون ما يعرفهم، شو عنده قصور في المعلومات. كويس. لا، بس هي الكارثة ان في حيات احيان كتيرة بيكون عارف. لا، عشان في كتير جدا من لغتهم مش اصلا عربي، وما درسوش زي ما احنا درسنا خلفية الايات دي جت منين وايه القصص اللي وراها، بياخدوا الكلام literally وما بيكونوش فاهمين
جات من فين. تمام. فبالتالي هنا انا هتلازم استأذن ان احنا نقفل. تمام. هو انا كلمتين هقولهم بس. يلا احنا ممكن نكمل لبكرة. كلمتين هقولهم. كلمتين هقولهم. هو هنا الأمانة العلمية تقتضي ان انا اقول لك كل المعاني ولكن انت تختاري ما تشائين. كويس. اه. الحالة الثانية برضو. في الحالة الثانية برضو انا لو عندي حتى قصور في اللغة انا برضو ما اكتفيش او حتى لو المعنى ده مرتبط عليا ما ينفعش ابدا ان انا اقرا معنى واحد بس. لازم اشوف معنى واحد واثنين وثلاثة وبعدين انا في النهاية طالما ان النص يحتمل اكثر من وجه فلابد ان تكون هناك حكمة الهية من ذلك. فبالتالي انا ساحاسب على الوجه اللي انا فهمته بامانة. بس مش شرط يكون بامانة. مش ان انا اخترت الوجه اللي اريحني. لا. الوجه اللي انا فعلا بامانة شايف ان انا بجد هو ده المعنى الصح. اوكي. احنا مش هنتفق على النقطة دي لانه انا في رأيي انه انا هتحاسب على مفهومي انا. حتى لو ما كانش مفهومي كامل او صح. على فكرة ده اللي انا قلته برضه. طيب. يبقى اتفقنا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة. وشكرا جزيلا يا محمد على المناقشات الهائلة اللي احنا بنعملها. شكرا جزيلا. يسعدني دايما جدا جدا. يعني يعني الحقيقة مناقشات ثرية وهامة. يعني
Even if all evil unites against him in a حلقة جديدة من مشربية على FM 98.5 CKWR same time same place ما تنسوش